ماذا نفعل كدول؟ ماذا نفعل كمواطنين؟ هي النقطة اللي زي ما حضرتك قلتي، الموضوع الكارثة ديت اللي موجودة، الأعداد هتزيد وهتتضاعف، ده ما فيش شك فيه. الصعوبة التانية والأهم عملية الإغاثة، يعني أنت حضرتك لو احنا فرضنا أن في بيت وقع أو انهار، كم الوقت اللي عشان ننقذ الناس اللي جوه البيوت ده تاخد دي؟ فاهم حضرتك ان احنا عندنا هيبقى الرينج عندنا في البيوت المنهاره فوق ال 100 بيت يعني، والاعداد هتتضاعف يعني. يعني النقطه ده برضو نقطه خطيره، يعني معنى كده ان الخدمه بتاعت الغاثه لازم تتضاعف، الموضوع المستشفيات والعلاج زي ما حضرتك قلتي لازم يتضاعف، لان امكانيات المستشفيات هتقدر تتحمل عدد قد ايه في فتره قصيره جدا. فده نقطة التحدي الرهيب اللي هي بتواجهها سوريا النهاردة في المدن ديت. النقطة التانية المفروض ان احنا عشان نقلل عدد الضحايا، ان مناطق البيوت المفروض ما حدش يسكن فيها الفترة دي، الفترة اللي جاية خلال هذا الشهر، ان لازم يدوروا على بدائل، على منظومة خيام او اي شيء بهذا الوضع. المناطق كل يوم حضرتك هيمر في حدوث زلزال قوته 6.5 ل 7، معنى كده ان في بيوت مهدده، وخصوصا ان في بيوت النهارده بقت فيها شروخ جامده نتيجه الزلزال الرئيسي. فمعنى كده اي هزات متتابعه قويه هتؤثر على البيوت اللي ليس ما زالت لم تنهار. فاذا النهارده اي بيت فيه شروخ ممنوع حد يسكن فيه، ده اول حاجه. لازم المناطق يعني خلق اماكن مأهوله بخدمات صحيه وبخدمات اللي هي الأعاشة بتاعت مجموعة السكان اللي هيتركوا البيوت بتاعتهم دي، عايزين خدمات لازم الدول دي تقدمها. لازم النهاردة إن الناس نقلل الناس اللي هتبقى موجودة في البيوت، يعني حضرتك لو شفت البيوت في فيديوهات الناس ماشية، البيت في ثانية واحدة بينهار. صحيح.